سجلنا هذا اليوم على الساعة 10:30 ليلا حديث مميت على مستوى طريق وطني رقم 5000 الرابط بين بلدية لغمة وتسقان ولاية ميلا بين حافلة لنقل مسافرين قادمة من ولاية بسا متجهة نحو ولاية سيدي بلعباس وجرار طريقي قادما من ولاية سطيف. أسفر هذا الحادث للأسف عن وفاة سائقين مركبتين وإصابة 24 شخص من كلا الجنسين بجروح مختلفة، أين تم نقله مباشرة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى عيادة متعددة الخدمات بتلاغمة والعثمانية وقسنطينة، حيث قامت مصالحنا بتسيير حركة مرور وإخلاء المصابين للمستشفى وفتح تحقيق حول ظروف وقوع الحادث.